صافي. كاين المشكل اللي عندك؟ انا كنت خدامه قبل ما نمرض، كنت خدامه وفي واحد القهوه وخليت وليداتي مع الوالده، وناض من الوالده مشات تسخر وخلات لبس بوحدهم وطلق لي الساجوك، وكان تليفوني تساجا، ومنين كاني تساجا التليفون طرطق وشد في النار في العافيه، وشد لي بنتي الصغيره شي عام وانا حساها معاها في السبيطار، وطلبوا لي العمليه وما لقيت باش ندير العمليه هذه، دابا راها عام ودائما كيخصها الدواء، ما عندي باش نشيل هاد الدواء. تما ما كنقعد بالشرده في الزنقه، ما عندي فين نسكن، عندي ستاد البز ما كانش لي يخدم عليا، ما عندي حتى شي واحد ما يوقف معايا، وعندي ستة، ودابا حاليا ما كنقدش نخدم، مرت بالبزوله، ما قد باش نشري الدواء، ما قد باش ندير العمليه، ما قدرش نخدم، وبغيت انايا المحسنين يعاونوني انا وهاد الوليدات داخل الوطن وخارج الوطن. دابا انت علاش كنتي مزوجه؟ كنت مزوجه مطلقه. كثرت باش تنقصي باش المشاكل وصافي، مشاكل عائليه. ما كيشوفش كاع بالزوم. سامح فيهم. كنخدم عليهم انايا. ودابا فاش مرضت انايا ما نقدرش نخدم، مرضت. وبغيت هاد المحسنين يعاونوني باش ندير هاد البنية العملية. انا عاوتاني عندي عملية. ما لقيت باش. فهمت واه. فقاش هادشي وقع لكم ديال الحريق؟ في شهر واحد 2019. يعني عام وانا نعسى معاها في السبيطار. عام. عام. وما لقيتش دابا باش ندير، باش ندير لها العمليه ولا باش نشري لها الدواء. العمليه ديال من انت زراعه الشعر؟ شي زراعه الشعر. واه دابا ما يبدلهاش الشعر لحقاش عندها بعض الدرجات في الراس، وحد الان راسها كيخماج لها، كيدوش ولا كيخماج لها، ما عندي باش نشري لها الدواء. بحال واش نقول لك، لا يساعد عليها. ودابا بالنسبه في ساكنه في كاريه؟ ما كارياش، عند واحد عندها السيده في الدار، هي اللي دخلتني عند انا وبزي، وانا ما عندي فين نسكن، بغيت المحسنين يعاونوني داخل الوطن وخارج الوطن، بغيت هاد النداء يشوفوا سيدنا الله ينصرو. بالنسبه للدار اللي كنتي ساكنه لا كنتي كاريه، كنتي كاريه، كنت شاده واحد بيت وكوزينه وهي على قد الحال، ودابا جلست في الزنقه مشرده، عندي ثلاثه البز خويين كبار، عندي البنت عزبه كنخاف عليها، كنقعد في الزنقه ولا نخاف الشمكاله يديوها لي بين يديا ولا. البنت شحال عندها؟ عندها 13 عام كبيره. 13 عام. بدات تقرا ولا؟ عندي ثلاثه يقراو وثلاثه معايا في الدار صغار. دابا هذيك الوقيته اللي كتوقع لك هذيك الحادثه، السبب الرئيسي باش تحرق في الدار واش الشمع ولا الساجور؟ الساجور هو اللي حرق لي انا البنت، هو الساجور. الساجور واش كان لاصق في الضو عندها؟ كعرف كان تيضو هكا عطينا الجيران وطرطق. انا ما كنتش، انا كنت خدامه هذيك الوقيته، تصوناو عليا قالوا لي جري بنتك تحرق وتو الدار شعل. شكون اللي قاعد تحرقوا في الدار؟ تحرقت لي البنت، هي غير واه كانت في هذيك البيت. واه كانت في البيت، كانت عندها عام، كانت عندها ما كانش تمشى، لا كانت ناعسه. مع من كانت مع الوالده ديالي؟ الوالده ديالي مشات للحانوت تسخر، تما ما نواتش بلي غادي الاخر حتى اللي كتب الله شعلت العافيه. انا تصوناو عليا قالوا لي رواحي. دابا بالنسبه للعائله، ما كاينش عائله يعاونوك؟ ما عنديش. بغيت يعاون المحسنين جزاهم الله خارج الوطن داخل الوطن يعاونوني، اي باش من نجمع وليداتي، بغيت باش يعاونوني ندير هذه البنيه العمليه. بالنسبه لك انت فقط في فيك هذا المرض، واش فيك مرض تاع السرطان ولا؟ هذه عامين. واش كانوا فرصه ولا؟ ما عاد طلبوا لي لا طلبوا لي، عندي ولسيس بالزوله. ولسيس؟ واه طلبوا لي العمليه ولكن مازال ما قالوا لي واش كان. درت تحاليل ولكن ما قدرتش نخرجهم، طلبوا لي 700 درهم الاولى. دابا كتعاني منها كتوجعك؟ واه. شحال من عام انت هكا؟ دابا راه قولي عامين، من 2019. 2019 من اللي كانت عندي بنتي هذه الصغيره كنت حامله بها. اخر كلمه تقولها للناس؟ بغيت هاد المحسنين يعاونوني جزاهم الله، وباش ندير بنيتي العمليه ونجمعوا يعطوني شي محل فين نسكن، نجمع هاد الوليدات، ما ديما مشرده في الزنقه انا وهاد الوليدات. ان شاء الله يوقفوا معك الناس. ان شاء الله.